هاي جايز، كيف حالكم؟ فيديو اليوم 7 نصائح لزيادة أعداد المشتركين والمشاهدات في قناتك، أو كيف تكون يوتيوبر ناجح. أول شيء المحتوى. إذا أنت بتدخل عالم اليوتيوب لازم يكون عندك محتوى تقدمه، سواء تعليمي أو ترفيهي أو ألعاب أو فلوجات وإلى آخره. شوف الشيء اللي انت تحس تميل له وتتحمس تسوي، خلي محتواك يكون شيء انت تحبه عشان تقدمه بشكل احترافي، عشان كمان وانت تسوي الفيديو تكون مستمتع وما تكون يعني مجبور انك تسوي هذا الشيء، لانه اذا انت مجبور فما راح تكمل بهذا الشيء. فانت اذا انت شيء تحبه سوه، يعني شوف يعني فكر انت وش تحب، الرسم او تحب انت تسوي تعليم او تحب تسوي محتوى العاب وزي كذا. يعني ثاني شيء اختيار الفكرة المناسبة. لازم تبحث وتشوف ايش اكثر شيء الناس تتابعه، وايش اكثر شيء يجذب الناس. تشوف القنوات المشهورة وتشوف اللي عليه مشاهدات والناس يعني تحب تتفرج عليه، تاخذ منها وتاخذ فكرة منها، يعني مو تسوي نسخ لصق، لا، يعني فيك تضيف افكار من عندك او تغير طريقة الفيديو، مو لازم تكون نفس الشيء. وكمان مو اي ترند ينزل مثلا لازم تسويه، لانه احيانا في ترندات ما يناسب محتوى قناتك، فانت شوف الترند اللي يناسب محتوى قناتك. او مو لازم اذا في ترند يعني خلاص تصير تسوي للناس، يعني هذه الحركة مو مهمة في اليوتيوب. ثالث شيء هو الصورة المصغرة. اكثر شيء يجذب الناس الصورة المصغرة، يعني اول ما يدخلون قناتك تجي عيونهم على الصورة المصغرة. اكيد انتم كمان كذا، يعني اذا تتفرجون على يوتيوب اكيد تشوفون اول شيء الصورة المصغرة، لانه تعتبر انه يتكلم عن الفيديو، يعني النبذة عنه. فاذا انت صانع محتوى ضروري انك تحط صورة مصغرة، ومنها كمان يترتب قناتك وتصير شكلها احلى. رابع شيء المونتاج. شيء اساسي انك تتعلم المونتاج، لازم الفيديو يكون مرتب ومفهوم. وافضل برنامج مونتاج للمبتدئين هو كين مستر. في شروحات كثيرة عنها على اليوتيوب، فيكم تبحثوا عنها. وكمان لو حابين انا بسوي لكم فيديو عن تعليم المونتاج بالنسبة لروبلوكس والمحتوى الالعاب زي كذا، لو حابين اكتبوا لي في التعليق. خامس شيء الفيديوهات القصيرة. اذا انت بتزيد مشتركينك نزل فيديوهات قصيرة، واذا انت يهمك الربح فنزل فيديوهات العادية. لانه من تجربتي انا اشوف ان الفيديوهات القصيرة تروح على الاكسبلور ومن هناك يجيك مشتركين. يعني اذا فيديو يعني فكرتها حلوة والمونتاج حلو يعني احتراف زي كذا، فاكيد الفيديو راح تروح اكسبلور. فيديوهات الشورت لازم تكون اقل من دقيقة او 59 ثانية، يعني اذا فوق الدقيقة فهي ما راح تعتبر فيديو شورت. فانا راح اوريكم الطريقة عشان تنزلون فيديو شورت، عشان ما تلخبطون بين الفيديو شورت والعادي. انت المشتركين يجيك مشتركين ويجيك مشاهدات، يعني تزيد المشاهدات في قناتك، سوي فيديوهات قصيرة. اما اذا انت تبغى ربح اهم شيء عندك فسوي فيديوهات عادية. وزي ما قلت لكم اهم شيء هو فكرة الفيديو والمونتاج. سادس شيء هو التنزيل بشكل يومي. اذا انت جديد فالافضل تنزل من فيديوهين او 3 باليوم، وباوقات بدري، يعني مو اخر الليل، لا، المفروض تنزلها في اوقات بدري، يعني العصر تنزل فيديو، والمغرب تنزل فيديو، والعشاء تنزل فيديو زي كذا. وكمان بشكل يومي، يعني كل يوم تنزل من بداية، يعني ما تنتظر الدعم من اول يوم. فراح اقول لك انك راح يجيك احباط اذا انت تنتظر الدعم من اول يوم، فراح يجيك احباط. لازم تكون انت بنفسك تحب هذا الشيء، يعني يكون عندك شغف، وانه ما تنتظر انه هذا الشيء يصير بسرعة. ما تدري يمكن بعد يوم
أو شهر أو شهرين أو سنة أو حتى سنين. فأهم شي يكون عندك صبر وحط جدول كمان إنه متى تصور ومتى تمنتج عشان ما يصير لخبطة، ويعني يكون أوقاتك منظمة. رابع شيء وآخر شيء هو العزيمة والإصرار. بالبداية حتواجه صعوبة مثل أي يوتيوبر، أهم شيء يكون عندك عزيمة وصبر، لا تستسلم، ما في شيء يجيك بدون تعب. بالبداية لازم تتعب عشان بعدين تقول تعبي ما راح الفاضي. إذا أنت تبي تصير مشهور أو تبي ربح فأقول لك إنه كذا تستسلم، يعني لا تفتح إنه قناة عشان إنك تبي تصير مشهور وإنه تبي تربح فلوس بسرعة وزي كذا. فأقول لك إنه لا تعتمد على اليوتيوب كمصدر دخل لك، لأنه أكيد راح تواجه مشاكل فيه لأنه طبيعي. أهم شيء لا تستسلم ولا تسوي شيء أنت مو مجبور تسويه، يعني سويه بمزاج حلو عشان يطلع محتواك حلو والناس يعني تحبه. بس كده يكون خلصت النصائح. طبعا هذا النصائح أنا ما جبتها من جوجل، هذا النصائح أنا يعني جبتها من نفسي، أنا يعني طبقت هذا النصائح. فأتمنى منكم إنكم كمان تستفيدوا منها إنه تطبقوها، إن شاء الله إنه قناتكم تنجح. إذا أنت يوتيوبر مبتدئ أو فتحت قناة جديد، طبعا هذا الشرح مبسط وحاولت إني أبسطها قدر ما أقدر، أتمنى إنكم فهمتوه يعني. ولو حابين إني أعمل لكم فيديوهات تعليمية إنه كيف أسوي مونتاج بفيديوهاتي، أو كيف أنا اخترت محتوى قناتي، يعني كيف عرفت إني أنا إيش أحب، أو إذا حابين أقول لكم كيف أسوي صورة مصغرة، مع إنه صورة مصغرة اللي أنا أسويها مو مرة، بس أنا يعني أسويها بسيطة زي كذا. ولو حابين تعرفون أنا كيف أجيب الأفكار وزي كذا، أكتبوا لي في التعليق إن شاء الله راح أسوي لكم فيديوهات تعليمية ثانية. ولا تنسون إنكم تضغطوا زر اللايك وزر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أتمنى منكم إنكم تدعموني عشان أقدمكم أكثر وأكثر إن شاء الله. أحبكم، باي. طبعا اليوم أنا حبيت إني أكلمكم عن موضوع الدعم، إنه ليش كده دعمكم صار يعني ما شاء الله المشاهدات مرة عالية، بس يعني ليش ما تحطون اللايك؟ ترى اللايك ما فيها فايدة أدري، بس أنا إذا شفت لايكات كبيرة كده تشجع وتحمس أكثر إني أنزل لكم فيديوهات جديدة وأفكار جديدة وأسوي لكم سلسلات فيديوهات يعني تعليمية وقصص، قصص منوعة، قصص روبلوكس. أسوي لكم مثلا زي ما قلت لكم بالفيديو اللي فات إني راح أسوي فيديوهات واقعية عن الجرائم وزي كذا. فأتمنى إنكم تحطوني لايك يعني. فإذا نقدر نوصل هذا الفيديو لخمسة ألف لايك أكيد أنت تقدرها إن شاء الله.